شو يعني زيارة؟ هي بتعبر عن حالها، أنا مش شغلتي أعبر عنها. هي يعني الشركة الجديدة اللي عم تنتج العمل، أو خبرينا مين شو يعني، ما أنا نفهم شو معناتها. هو لو أنا مسموح إني أحكي كنت هي نزلت حكيت قبل ما أنا نزلت، بس هي نزلة عبر أغنيتي لحتى تعبر عن حالها بالوقت إنه القيمين اللي يعبروا عنها. حابب حركي شوي، ما اقول لكم مشروع شخصي لا نجوى كرم بعد هالمسيره؟ لا، انا فتحت هذا المشروع. كنت اول حدا بفوت بهذا المشروع لاني مآمنه فيه، مآمنه كثير فيه، وحاسه انه مستقبل الفن فيه. مع انه في مغازله كثير حلوه صارت بينك وبين سالم الهندي عبر كاميرا، نشرتنا مره معه ومره معك، وعلى اساس انه في احتمال العوده وتكون مع روتانا. بس هي ما بتشبه روتانا ولا بشي يعني، وروتانا ما بتشبهها بشي، هي مختلفة. تميز عنا أفضل يعني؟ لا مش ما في أفضل ومش أفضل. أنا بفتكر إنه أفضل شركة إنتاج كانت روتانا وما زالت لليوم، بس هي ما لنا شركة إنتاج. يمكن زيارة نعرف قدي مدللة بالإم بي سي وقدي برنامج عرفز جات تالنت حقق نجاح كتير كبير، وأنت من النجمات اللي كتير محبوبين بالإم بي سي، ليه ما صار في تعاقد مع شركة بلاتينيوم ريكوردز مع إنه في عدة نجوم انضموا للشركة من ضمن كاظم الساهر وأحلام اللي كمان نجوم برامج بالإم بي سي؟ بركي لأنه أنا برنامجي غير هيك، صاير كان عندي تخطيط آخر، وهيدا وحده من هيدا شيء من ضمنهم. البوم كلنا ناطرينه، سقرب صار ايه صار على ايه قريبا ورا السينجل ان شاء الله. شو مصرين 3 الصبح وراء القضبان انكم تكونوا عم بتشاهدوا شمس الغنية وعم بتشوفوا الاجواء؟ القضبان وراء السور وراء الحيطان ما بنشوفها. وبالوقت واذا ناطرين لتفل للصبح. حبيتوا الغنية؟ اكيد كثير حلوه. انا بدي اقول لكم انه الغنية كثير حلوه، وانه ان شاء الله من نجاح لنجاح دائما ست نجوى ومكبينا دائما. وبدي ارجع اقول لبعض الفانز اللي دائما معلقيننا بالتسعينات وبيقولوا لنا انه نجوى، كل ما تنزل غنية بيعلقوا لي على نجوى انه يا الله وين نجوى التسعين. يا عم اذا هي ما تقدمت واذا هي ما ضلت ميك بالجيل هلا حتضل بمحلها، طال ما بتقدم شيء جديد، طال ما بتوصل لنا اكثر. مع انه ناطرين جديده، وجديده حيكسر الدنيا، واكيد الالبوم حيكسر الدنيا. كسرت القضبان وتفضلوا كنا لجوا. يلا يلا شكرا يا مين شباب.